السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه والمقادير باش نديروا هاد الحلوه هذه. طارت بالبعويد ولا الاجاس، سميتها بالفرنسي طارت بواغ اماندين. واحد لا طارت زوينه وكتجي غزاله كما كتشوفوا معايا فنه. المهم انا اليوم بارطاجيت معكم كيفاش نديروها وكنتمنى تعجبكم. لهاد الحلوه اللي هضرت لكم عليها غنحتاجوا لاباط صابلي اللي درتها لبستها في القالب. لاباط صابلي البنات راني ديجا وريتكم المقادير ديالها والطريقه في الفيديو ديالي اللي هضرت لكم على الطارت بالتفاح. ولكن ما فيها حتى شي، بس نعاود نذكركم. 200 غرام ديال لافارين ولا الدقيق، في 100 غرام ديال الزبده، و 50 غرام ديال السكر سنيده مع قبصه ديال الملحه، ونجمعوا كلشي ببيضه. ولا كريم غادي نحتاجو 100 غرام ديال الزبده، 120 غرام ديال الغبره ديال اللوز مطحونه، و 120 غرام ديال السكر سنيده وجوج بيضات. مهم البنات، 120 غرام ديال السكر سنيده و 120 غرام ديال الغبره ديال اللوز مطحون راه كيساويو هاد القدر هذا، هاد الكاس ديال الاتاي ولا الكاس ديال العنبه. على بركه الله غنبدا. اول حاجه غنديروا الزبده وغادي نضيفو السكر سنيده وغادي نخلطو كلشي مزيان. المهم البنات هاد الحلوه كتجي غزاله غزاله غزاله، واللي شافها عندكم غادي تعجبو، وفي نفس الوقت ساهله ما كتطلبش بزاف ديال الحاجات. من كنخلطو مزيان الزبده مع السنيده حتى كتولي بحال ان كريم، كنضيفو من بعد هذاك اللوز اللي عندنا مطحون، وكنخلطوا كل شيء وكنجمعوا بهذوك جوج بيضات وكنفرشوهم فوق هذيك العجينه اللي عندنا. ومن بعد كنزيدوا البعويد اولا الاجاص ولا النقاص، ما عرفتش كل واحد اش كيقول لي. البعويد البنات خصكم ثلاثة ديال البعويدات اللي غادي تنقيوهم وتحيدوا لهم القشرة وتقسموهم على جوج بحال هكا. اولا اللي ما وجدش عندهم البعويد تقدروا تشريو هكا البعويد المعلب في لابواط، كما انا اليوم استعملت غير هذا، ماشي ضروري ان يكون عندكم، ماشي ضروري يكون عندكم البعويده ولا الاجاص يكون ديال دابا. تقدوا من بعد زدت هذاك جوج بيضات ونخلط مزيان لاكريم ديالي بيدي. سمحوا لي كاين اللي يمكن كيزعجهم الامر، انا المهم كنخدم دائما باليد ديالي كتعجبني هكا كتحسي كلشي. ملي وجدنا هذيك لاكريم ديالنا كنفرغوها فوق لاباط صابلي اللي عندنا وكنايطاليوها هكا كلشي، وغنستفو هذاك البعويد ديالنا. المهم هاد لاطارت فنه ومختلفه، كتجي بالبعويد وسهله كتوجد دغيا وكتجي زوينه. انا بعد فيما كنديرها كلشي كتعجبو وكيسحب راسو مشريه. هي كتباع ولكن حسن الواحد يديرها في الدار ديالو. وكنحطو البعويد، انا البعويد البنات شويه بحال اللي فرقتو هكا شويه من الداخل باش كيعطي المنظر زوين، وكنستفوهم هكا كنستفو هكا البعويد. من بعد نتوما ديك الساعه الديكور كل واحد يدير على الشكل اللي عجبو. المهم انا تندير لها بحال هكا دائما، وكل وحده فيكم تقدر تبدل الديكور اللي بغات بحال هكا البنات. وكنخشيوها في الفران على درجه ديال 180 درجه ديال الحراره 45 دقيقه، كتكون واجده غزاله. وغادي نبارطاجي معكم كيفاش جات. وهاد الطارطه ديالنا من كنخرجوها من الفران كتخرج على هذا الشكل هذا.